يقول هل وقت الاشراق بعد او صلاة الاشراق بعد اشراق الشمس مباشرة ام انتظر حتى ترتفع قيد رمح؟ لا، ما هم على الشروق، لا يجوز الصلاة عند الشروق، صلاة النافلة، لان هذا الوقت الذي يسجد لها الكفار فيه حين تطلع بازغة حتى ترتفع كما قال صلى الله عليه وسلم، عند بزوغ الشمس لا تصلي النافلة حتى ترتفع. نعم.